الفنان السوري عدنان أبو الشمات بمواطنته الفنانة سلافة معمار للرد على بعض الانتقادات اللي وجهت لشخصيته يمن بمسلسل ولاد بديعة، حيث وصفته إحدى الصفحات بالمش مهضوم لأي دور بيظهر فيه. وبالتفاصيل، أعاد أبو الشمات مشاركة الانتقادات اللي تعرض لها عبر فيسبوك، حيث تضمنت عبارة خلونا متفقين إنه هيدا الممثل ما بينهضم أبداً ولا بأي دور، مع احترامه إلنا طبعاً، مع وضع صورة لشخصيته بولاد بديعة. وأرفق أبو الشمات المنشور بتعليق ساخر استعان خلاله بالمصطلحات الخاصة بشخصية الرئيسة سكر اللي هي سلافة معمار بالمسلسل، حيث عرفت بعبارة ما بيشغلني، إلى جانب تأكيد عدم اكتراثه بهيدي الانتقادات. وكتب الفنان السوري ما بيشغلني، حقهم الطبيعي إنه ما يهضموني، لأنه يلي بحبوني هن فئتين من الناس، بس الفهمانين والأكابر. وظهر عدنان أبو الشمات بالمسلسل بشخصية يمان اللي بيهتم بمصالحه الشخصية فقط وجمع الأموال، حيث بيسرق السبائك الذهبية من أبو الهول محمد حداقي عن طريق سكر، ثم بيبلغ يمان الشرطة عن أبو الهول لكونه مطلوب من قبلهم. وبعد خروج أبو الهول من السجن بيتوجه لسكر لاسترداد حقه من يمان، ليتفق أبو الهول وسكر بالبحث عن مكان السبائك اللي سرقها يمان والاستيلاء عليها. وبخطة ذكية بتتخلى السكر من أبو الهول وبتتفق مع شقيقة ياسين لسرقة السبائك من يمان، ثم بتتوجه للشرطة وبتبلغهم عن يمان إنه قتل مرافقها الشخصي وأقدم على تفجير محل ياسين، ثم بتتوجه الشرطة لمكان تواجد يمان وجماعته من أجل سجنه ومعاقبته، لكن مع حصول تبادل لإطلاق النار تنتهي شخصية يمان بالوفاة.